السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وكلكم طيبين وبخير. كل أم في العالم وكل أم في مصر وفي الوطن العربي طيبة وبخير، ويا رب دايما تكون في سعادة. طبعا احنا في مصر وفي الوطن العربي احنا اللي بنحتفل ب 21 مارس يوم عيد الأم، أعظم مخلوقة خلقها ربنا، نعمة من عند ربنا لينا. زي ما أنا بقول الأم دي نعمة من عند ربنا، ربنا يديم كل أم موجودة لأولادها ويرحم كل أم رحلت للعالم الآخر، إن شاء الله يصبر أولادها وتكون إن شاء الله في الجنة ونعمها. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير، وبقول لمامتي وحماتي كل سنة وانتم طيبين، ربنا يخليكم لينا، ويا رب كده دايما تفضلوا نعمة من عند ربنا لينا بإذن الله. النهاردة إن شاء الله هنعمل أسماك، إحنا بقالنا كتير ما عملناش سمك. ناس كتير جدا طلبت مني السمك الماكريل بيتعمل إزاي. سمك الماكريل من الأسماك الجميلة جدا جدا، الغنية جدا بالأوميجا 3، غنية بالفيتامينات وبالمعادن وبالحاجات المفيدة لجسم الإنسان، بالذات في الوقت اللي إحنا فيه ده، علشان إحنا داخلين على فترات امتحانات، خلاص الامتحانات قربت، فلو إحنا كترنا من الماكريل لأولادنا على الأقل مرة أو مرتين في الأسبوع، نبقى بنديهم قيمة غذائية عالية وحاجات منشطة للذاكرة وللمخ والحاجات دي للتذكر عشان المذاكرة، يبقى احنا كده في دماغهم فايدة كبيرة. هنعمل النهاردة أول طبق معانا ماكريل بالزيت والليمون، هنعمله بطريقة خفيفة في الفرن وطعم جميل جدا إن شاء الله. للمقادير معانا سمك ماكريل تقريبا دول حوالي كيلو وربعمية كيلو ونص، يعني في الحدود دي، ثلاث سمكات كبار، طماطم متقطعة مكعبات، حباية كبيرة متقطعة مكعبات، بصلة كبيرة متقطعة مكعبات، بصلة حلقات، جزرة مبشورة، جزرة واحدة مبشورة، ربع ربطة كزبرة خضراء، تقريبا كوباية كزبرة خضراء مفرومة، توم مفروم، فلفل أخضر، قرن فلفل أخضر ناعم، قرنين فلفل حلقات، معلقة كبيرة كزبرة ناشفة، معلقة كبيرة شطة، معلقة ملح، زيت وعصير ليمون وشرايح ليمون. إن شاء الله هنبدأ ونشوف هنبدأ نعمل إيه. أول حاجة نشيل الكيو كارد كده، نحط القارب اللي إحنا هنشتغل فيه. الماكريل ده من الحاجات الغنية جدا جدا بالأوميجا 3، كمان لكبار السن ممتاز جدا جدا جدا، بيقوي الذاكرة وبينشطها وبيحافظ على نشاط المخ، يعني حاجة بجد في منتهى الجمال. هنا دول ثلاث سمكات مغسولين، طبعا السمك الماكريل معليهوش قشور زي السمك بتاعنا اللي هو البوري او البولت او الاسماك بتاعتنا، لا سمكته ملساء كده وناعمه. طبعا في شبه بينه وبين السردين، بس مش ده السردين، سمك الماكريل ما بيتخللش، اللي بيتخلل انواع تانية مش الماكريل، بيتفتح طبعا، احنا بنجيبه بيكون مجمد من عند الراجل، بيتفتح ويتشال منه البطن بتاعته ويتغسل كويس جدا ويتشطف، وبعد كده نصفيه كويس قوي. انا هبدأ اعمل له الخلطة. الخلطة عندي هاخد هنا كده، هاخد معلقة توم. طبعا تقولوا التوم ده ليه اخضر كده؟ التوم ده يعني انتوا عارفين التوم البلدي احيانا لما بيتفرم بيبقى يتعرض للجو بيتأكسد شوية، لكن هو محتفظ بكل الخواص بتاعته وبقيمته الغذائية. هحط الملح، انا عايزة معلقة كبيرة ملح، طبعا احنا الملح ده حسب الرغبة كده. حطينا الملح، احط الكزبرة الناشفة، احط كمون. الاسماك بتحب الحاجات اللي فيها روايح حلوه زي الكزبره زي الكمون، الحاجات اللي هي بتدي تبهيره حلوه للاكل. حط شطه، والشطه دي حسب الرغبه، اللي مش عايز شطه خلاص يعني ما يحطش، ممكن نحط حلقات فلفل شطه كده. انا حطيت يا دوبك معلقه صغيره فلفل شطه، هحط الفلفل الاخضر المفروم، فلفل رومي مفروم،
هنحط عصير الليمون، نسيب شويه عشان نحطهم على الوش، نقلب ده كده كله في بعضه. يبقى احنا هنا حطينا التتبيله، كانت ثوم مفروم، كزبره ناشفه، وكمون، وشطه، وملح، والفلفل الاخضر المفروم. هنا بقى هقلب عليهم البصلايه المكعبات، الجزره، جزره واحده بس كده مبشوره، حبه طماطم كده، والبصله طبعا حطيناها. انا هاخد بقى هشتغل هنا كده، هناخد بقى الخلطه اللي احنا عملناها دي. نسينا نحط الزيت، اهم حاجه هنا هنحط في الخلطه من جوه، هنحط مثلا قيمه معلقتين ثلاثه كبار، ومن بره هنرش كمان معلقتين عليه من بره. احنا كده حطينا معلقتين ثلاثه فيه كده، كل الحاجات دي بقى. الخضار ده كمان بينزل الميه بتاعته في السمك وهو بيستوي في الفرن، بيدينا طعم في منتهى الجمال. هنا كده هحشي بقى الخلطه دي، هحشي كده عند الراس، طبعا الراس متنضفه ومغسوله كويس جدا، بيتغسل عشان هو بيبقى فيه احيانا ريحه كده مش لطيفه، بيتغسل ويتحط فيه خل علشان نتغلب على اي ريحه ما تكونش ظريفه فيه كده. هاخد الخلطه وحشي كده ونحشي طبعا في الراس، نفتح كده الراس بس نكون منضفينها كويس، شايلين النخشوش اللي فيها لان ده بيبقى فيه دم وبيبقى فيه زفاره، ونغسل مكانه كويس جدا بالملح والخل كده، ونشطف. وبعد ما نشطف نصفي السمكيه كويس جدا، ويا ريت ننشفها علشان ما تنزلش ميه بدم ونحس ان فيها ريحه مش حلوه كده. نحشي، دي طريقة جميلة جدا جدا، طبعا اسهل حاجة عند الراجل لو احنا هنجيبه جاهز مشوي يحطه في الفرن وخلاص، ما بيحطش فيه الخلطة دي كلها، يا دوبك كده بيديله شوية ملح وكمون وشطة وخلاص. لكن احنا بقى نعمل له كده تتبيلة حلوة عشان نحس بالطعم الحلو بتاعه. بقيت حبة التتبيلة اللي عندي دول هاخد عليهم بس الاول البصلاية كده اللي هي الحلقات، هفرد البصلايه الحلقات. انا عايزه بقى اعمل فرشه للسمكه كده ايه تقعد عليها في الفرن، عشان كل ده طبعا هيطلع لي ريحه ونكهه جميله جدا جدا. هنا كده هاخد شويه اوراق من الكزبره الخضراء كده تحت، هنحط الحبه دول فيه، نحشي فيه دلوقتي ثاني. هناخد برضو هنا شويه كده فلفل من الحلقات، الفلفل دي الفلفل الرومي الملون ده احيانا بيبقى حامي كمان، بيدي ريحه حلوه جدا. وهنا طماطم، طماطم حلقات كده برضو. كل ده انا بعمل فرشه للسمكه تبات عليها علشان تديني طعم حلو. طبعا ممكن ما احطش كل الحاجات دي، ممكن احط بس يعني بقيه التتبيله بس وشويه زيت واحط السمك عليها بس. انا كده بيبقى الخضار ده كمان لو احنا كلناه جنب رز او حاجه بيديني طعم في منتهى الجمال، بيديني طعم حلو جدا. هنا هاخد شويه كزبره كده خضره من دي، هنا كده برضو تعمل لي ريحه حلوه كده اهو، ونيمها كده على جنبها كده، خلف خلاف كده، نحط السمك خلف خلاف كده. ناخد بقيه الحاجات اللي وقعت معانا دي، هنا عندي برضو كزبره كده خضراء نحطها، والكرفس كمان يدينا ريحه حلوه. احمد قال لي ينفع نضيف كرفس؟ طبعا ينفع نضيف كرفس، الكرفس كمان من الحاجات العطريه، الخضار العطري اللي بيدينا ريحه جميله جدا، هو يعتبر من الاعشاب.
اكتر من يعني خضرة اكتر منه اعشاب، بس ناس كتيرة جدا بتستخدمه للروائح بالذات كمان في الشرب وفي الاسماك والحاجات دي برضو بيبقى حلو جدا هنا كده. بس هنا كمان الكزبرة الخضراء بتديني ريحة حلوة قوي. هنا بعد ما حطينا السمك ورصيناه وحطينا فيه كل الخضار، هرجع بقى احط عليه هنا كده الفلفل، عندي هنا كده فلفل اخضر وعندي شرايح ليمون. شرايح الليمون دي كمان برضو بتديني فيه، بتنزل بقى مع السخونية بتنزل المية بتاعتها كده وبتديني طعم جميل جدا. انا احيانا بحب اكل الليمون ده لما بيتشوي كده في الفرن او بيدبل خالص في الفرن كده، بحب اكله بيبقى طعمه حلو. بس طبعا مش باكل الجلد بتاعه، باكل اللحم بتاعه كده بيبقى دبل شوية وبيديني طعم حلو جدا كده. بقيت عصير الليمون هنصبه كده على الوش. طبعا الليمون ده بيمحي اي زفارة ممكن تكون موجودة في السمك. هنا بقى هنحط معلقتين زيت كده على كل سمكية كده، شوية زيت، معلقة كبيرة كده على السمكية، طبعا هي من التتبيلة واخدة زيت والأرضية واخدة زيت، هو مش هينشف ولا أي حاجة، بس الزيت ده كده علشان يطر السمكية ما تنشفش مننا في الفرن. يبقى احنا دلوقتي حطينا الخلطة، عملنا ايه؟ حطينا الثوم وعليه عصير الليمون، عليه التوابل كانت ملح وكمون وشطة وكزبرة ناشفة وفلفل مفروم اخضر، طبعا ممكن يكون فلفل شطة كمان، وبعد كده وعصير ليمون وزيت قلبناهم مع بعض وحطيناهم في قلب السمك، وكان معاهم طماطمية مكعبات، بصلاية مكعبات، كزبرة خضرة مفرومة، جزراية مبشورة، اتقلبوا كل ده في بعضه، حشينا السمك، عملنا قعدة بقية التتبيلة مع بصل حلقات وطماطم حلقات حطيناها فرشة، حطينا السمك فوقيها وحطينا شرايح الفلفل والليمون، رشينا شوية عصير ليمون ورشينا معلقة زيت على كل سمكية، تدخل بقى الفرن على درجة حرارة 200 لمدة نص ساعة، من نص ساعة لتلات أرباع ساعة. في الأوقات دي احنا بنفتح عليها كل شوية نشوفها، نجس النبض بتاع السوا بتاعها، نشوفها كملت تسوية ولا محتاجة شوية، وده على حسب اختلاف درجات الحرارة في كل فرن، فرن يبقى عالي وفرن واطي، هي بتاخد على درجة 200 نص ساعة. بعد النص ساعة بنقفل من تحت ونشغل الشواية لمدة دقيقتين تدينا وش كده للسمك من فوق. أنا دلوقتي هروح أدخلها الفرن. بعد اول طبق معانا ما دخل الفرن بالسلامه، هنطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نكمل وصفاتنا. ثواني وراجع لكم تاني، انتظرونا. خلصت الثواني ورجعنا مع بعض تاني عشان الدكتور بس ما يزعلش. احنا حطينا السمك الماكريل في الفرن، كنا عاملين سمك ماكريل بالزيت والليمون. اللي ما تابعناش من اول الحلقه يا ريت يتابعنا، هرجع اعيد لكم تاني المقادير لما نيجي نطلعه من الفرن ان شاء الله هنقوله مره تانية. احنا دايما ناكل مع السمك رزين او ثلاث انواع رز بس ما لهمش تالي، يا اما رز ابيض يا اما رز احمر اللي هو الصياديه، يا اما رز بالطماطم بس. طب ما في انواع رز تانية ممكن تتاكل مع السمك حلوه جدا وتبقى ريحتها وطعمها ماشيه جدا ولايقه مع السمك، منهم نوع الرز النهارده، رز بالشبت. رز بالشبت يلا نقول المقادير بتاعته ونشوف هنعمله ازاي. معانا 3 كوبايات رز مصري مغسول ومتصفي، ممكن اللي بيحب ينقع ينقعه ويصفيه. بصله صغيره مفرومه ناعم، كوبايه شبت مفروم، معلقتين ملح،
3 معالق كبار زيت، فص ثوم مهروس ناعم، 3 كوبايات ميه مغليه للرز المصري، بياخد لكل كوبايه رز كوبايه ميه مغليه. وبعض الانواع اللي بتبقى في السوبر ماركت المغلفه، الانواع الغاليه من الرز المصري، انا محدده هو يعني هو نوع معين او نوعين انا مش قادره اقول على اسمهم، بياخدوا الكوبايه، بتاخد كوبايه وربع، ما بتاخدش كوبايه. لما بنعمله بكوبايه بنلاقي الرز ناشفه وما استوتش كويس في نهايه الطبخه بعد الوقت المقرر، ما بتبقاش لسه استوت. لكن الانواع المعتاده او معظمنا بيشتغل بيها الكوبايه عليها كوبايه رز، النوع ده بياخد الكوبايه كوبايه وربع، النوع ده من الرز الغالي. هنا حطينا الرز، حطينا الحله على النار، هنا انا حطاها تسخن، نحط الزيت. طبعا برضو المقدار بتاع الزيت لكل كوبايه رز معلقتين زيت علشان يدينا رز مفلفل ويبقى حلو وما هوش معجن. والتعجين كمان برضو بيبقى على حسب كميه الميه اللي احنا بنحطها، ما نحطش الميه على الرز بارده، نحط الميه للرز لازم تكون مغليه، العقد بتاعه يكون مغلي، ونشوح الرز ونسخنه. هنقول كل ده واحنا شغالين دلوقتي. الرز ده طعمه جميل جدا مع الاسماك، سمك مقلي سمك مشوي بيبقى حلو جدا. هنا حطينا الزيت، ننزل بصلايه. بصلايه احنا مش هنحمرها ولا حاجه، احنا هنشوحها عشان نطلع الريحه والطعم بتاع البصل الحلو في الزيت. هنا معانا شبت. الشبت المفروم ده مش بالعيدان، ده الاوراق بس، انا مش عاوزه العيدان في حاجه، احنا هنا عندنا الاوراق ومفرومه ناعم. كتر خيره سعيد يعني فارمها ايه ناعم على الاخر زي ما انا طلبت منه. هنا كده هنشوح البصلايه، اول ما نحس ان البصله دبلت كده لان هي مفرومه ناعم قوي هعمل ايه؟ هنزل عليها فص ثوم صغير، فص ثوم واحد مفروم. حد يقول لي الرز بالثوم؟ اه بيبقى طعمه في منتهى الجمال. وطبعا اللي بيني وبينكم التجربه، نجرب ان شاء الله في كوبايه واحده، لقيناها عجبتنا نعتمد الوصفه، ما عجبتناش نخلينا في الرز اللي احنا بنعمله على طول. كده نشوح البصله وناخد سنه الثوم معاها، هنزل على طول كده عليها، احس بس بالريحه بتاعه البصل والثوم طلعت على طول، اروح نازله بالرز معايا. نعم رز ايه؟ علي صوتك شويه بعد اذنك. الرز بالثوم في امريكا اللاتينيه. طب ما انا يا احمد اصلا اوكي انت مش عارف ولا ايه؟ مش عارف يا احمد ان انا اصلا امريكيه؟ كده نزلنا الرز يتشوح كويس جدا مع البصل. البصله هنا مش هتاخد اي لون ولا صفرة ولا ذهبي ولا اي حاجه عشان ما تغير لناش لون الرز، احنا بس كنا محتاجين الطعم بتاع البصل. احط له بقى الملح، لكل كوبايه رز المقدار المظبوط الملح معلقه صغيره ملح، معلقه الشاي ملح، ده المقدار المظبوط للملح بتاع الرز. كده لازم اسخن الرز كويس جدا جدا علشان اضمن ان الرز كل رزايه نشف النشا اللي فيها، ما يبقاش الرزه مبشننه كده وفيها ميه او لسه بايشه كده فتقوم تتعجن لما احط لها العقد بتاعها، لازم الرز ينشف كويس معايا بدرجه حراره كويسه.
كده اهو احنا حطينا الرز. لازم الرز شايفين يسخن يطلع منه بخار كده، احس ان هو نشف من الميه بتاعته، ما بقاش مبلول او ما بقاش ايه زي لسه كان عليه الميه سواء منقوع او مغسول ومتصفي. لازم الرزه احس بيها ان هي سخنت، خدت درجه حراره كويسه، والعقد بتاعها يكون مغلي علشان ما يعجنش مننا. ليه الرز دايما بيعجن حتى لو حاطين له العقد بتاعه مظبوط، الميه بتاعته مظبوطه؟ علشان بتبقى بنحط الميه بارده، بياخد وقت عبال ما الميه تبدا تغلي فيه، بيكون هو امتص نسبه منها، النسبه دي مع النشا اللي جوه الرز بيروح معجن مننا. لكن عشان ما يعجنش نشغله كويس كده على النار، تقليب كده كويس جدا على النار، درجه حراره مناسبه تقريبا بتبقى على الوسط، يعني ما يبقاش عالية قوي واحنا بنشوح فيه، نخليها على الوسط. اول ما يشوح معانا ويسخن كويس ننزل عليه بالعقد السخن كده. طب حد هيقول لي امال الشبت هنحطه امتى؟ انا مش هحط الشبت دلوقتي غير لما الرز اديله الميه بتاعته ويبدا يتشرب. قبل ما الرز يستوي خالص او قبل ما هدي عليه خالص احط الشبت، عشان الشبت مش عايزاه فايدته تروح او ريحته تروح خالص. عفوا هنا كده. طبعا اللي ما بيقدرش يحكم الميه ممكن يعاير برضو الميه. انا احيانا في بيتي لما اكون بعمل كميه كبيره من الرز بعاير الميه مع معايرة الرز علشان ابقى عارفة المقدار كويس اللي انا بحطه قد ايه. كده احنا هنا كده حطينا المية، شايفين اول ما نزلت بقى بيغلي يبدأ بقى يتشرب على طول، ما يبدأش ايه يشربها والنشا ينزل ويعجن كده. اول ما نزلت المية وهي سخنة والرز سخن بدأ يغلي على طول. انا هغطي عليه كده دلوقتي، هغطي عليه واسيبه يتشرب على مهله. اول لما يتشرب واجي بقى في مرحلة ان انا ههدي عليه اروح حطاله ضيفاله الشبت في الاخر كده. احنا ممكن بقى دلوقتي نطلع فاصل صغير، نرجع بعد الفاصل نكمل بقية الوصفات اللي عندنا. ثواني وراجع لكم تاني، انتظروني. ورجعنا مع بعض تاني. قبل الفاصل كنا بنعمل الرز بالشبت، حطينا عليه العقد بتاعه وبدأ يتشرب اهو. هنبدأ بقى نعمل ايه؟ ننزل عليه الشبت في المرحلة دي. طبعا احنا كنا مشوحين له بصلاية وفص توم مهروس ناعم هنا كده. انا هاخد هقلب كده اهو اهو كده بقى. هيبدأ الرز يكمل تشريبه عادي جدا جدا، وهيبدا انا ههدي عليه خالص على اقل اللي هي الدرجه الهاديه. واحنا كمان في البيت لما يكون عندنا شياطه نحطها تحت الحله علشان يستوي على مهله خالص اهو. يبقى هو كده بعد ما تشرب مني، المفروض طبعا كان يبقى فيه سنه ميه خفيفه عن كده بس مش مشكله، وحطينا عليه الشبت في الاخر كده. هياخد بقى ريحه الشبت هتطلع على الحراره مع الرز، هيتشربها كمان، هيبقى في منتهى الجمال. حضرتك شفته خلاص؟ اقفل اغطيه ولا؟ طب تمام شكرا اهو كده بقى هدينا الحراره خالص عليه. وهنا معانا الزيت عشان الاكله اللي بعد كده. معانا دلوقتي بقى اكله حلوه قوي، اكله كده جديده عن المعتاد اللي احنا دايما نعمله. دايما ما يكون عندنا سمك فيليه يا اما ناكله مقلي يا اما نعمله صياديه. والصياديه ان شاء الله نعملها مع بعض برده كده ايه بخلطه حلوه. بس النهارده في خلطه جديده للسمك او تتبيله جديده نحطها مع السمك. النهارده هنعمل السمك الفيليه بالتتبيله الخضراء او بالدقه الخضراء. ايه هي الدقه الخضراء دي؟ معانا كيلو سمك قشر بياض فيليه متقطع جزل، طبعا انا محمره جزء منه، انا محمره جزء منه قبل الهوا برده عشان الوقت. ومعايا هنا جزء انا متبلاه. السمك ده متبل بملح وكمون
وكزبره ناشفه وشويه شطه بس كده، حاجات بودر كلها ما فيهاش لا توم ولا ليمون ولا حاجه، انا مش عايزه اديله طعم قوي، هي رشه ملح خفيفه، رشه كمون، رشه كزبره ناشفه، رشه شطه خفيفه جدا للي يحب. انا عايزه اديله كله بودر علشان لو اديت له ليمون ولو اديت له خل ولو اديت له الحاجات اللي هي بتبقى السايله ممكن ينزل ميته شويه، انا مش عايزاه، مش عايزه فيه طعم يبقى قوي، عشان التتبيله اللي احنا هنعملها هي دي اللي هيكون فيها الطعم القوي. معانا بقى للدقه الخضراء او للتتبيله الخضراء معانا ربع كوبايه فلفل رومي مفروم ناعم، كوبايه كزبره خضراء مفرومه، ورق الكزبره الخضراء، معلقتين ثوم مفروم، معلقه ملح، معلقه زعتر ناشف، معلقه كزبره ناشفه، معلقتين زيت، معلقه خل، وربع كوب عصير ليمون. هنشوف اول حاجه هنبدا ازاي. هنا انا معايا زيت غزير وسخن، بس هو لسه الزيت مش سخن شويه كده، نجرب. لا لسه الزيت ما سخنش. طيب نجيب هنا نولع على الطاسه الثانيه اللي هنعمل فيها التتبيله. سخن على النار. طب انا بعد ما تبلته بالملح، رشه ملح خفيفه والكمون والكزبره والشطه، جبت نص كوبايه دقيق، حطيت عليها نص كوبايه نشا، النشا والدقيق قد بعض، تمام، وقلبتهم كويس جدا، واديت لهم رشه ملح بس عشان يبقى للطعم، ما يبقاش ايه دلع او ما يبقاش عادم. وقلبت السمك اللي كان متبل، قلبته في الدقيق والنشا كويس جدا، وسبته ركنته ربع ساعه يتشرب كده النشا والدقيق شويه علشان يدينا اللي هو ايه القرمشه اللي فيه من بره دي. مش عايزاه لما اقليه، بالذات السمك الفيليه دايما لما بنقليه بيبقى طري كده وناعم، ملوش معنى كده، احيانا بيبقى طري خالص كده، عامل زي ما يكون ايه حاجه كده ناعمه بتتكب كده، لكن لما بنعمل له التتبيله اللي هي فيها الدقيق والنشا مع بعض ونحمر بيهم بيبقى كريسبي كده وناشف، حتى لو عملناه سندوتشات بيبقى في منتهى الجمال. هنا انا سايبه الزيت يسخن كويس، لازم لما نيجي نحمره في زيت غزير ويكون سخن جدا. ليه؟ علشان السخن جدا ما يشربش معانا الزيت، وكمان ما يطلع التحميره بتاعته وياخد اللون الحلو ويبقى مقرمش من بره، ما يبقاش كده طري ومهمط مننا. انا هاخد هنا شويه زيت عشان نبدا نعمل التتبيله. عايزه اقول لكم كمان كل سنه وانتم طيبين، اللي عشان شم النسيم اللي هيعمل فسيخ، اللي عايز يخلل في البيت فسيخ، هيبدا من الايام دي يجيب، يعني بالكثير النهارده وبكره يجيب السمك ويعمله، لانه خلاص احنا باقي على شم النسيم يعني اقل من 20 يوم تقريبا، 15 يوم 17 يوم، ده وقت مناسب جدا في الجو اللي احنا فيه تخليل السمك، ان هو يتخلل يبقى فسيخ يبقى كويس جدا. هنا هاخد معايا معلقتين زيت، معلقتين الزيت حطيناهم، هنحط بقى الثوم، ادي معلقه، ناخد معلقه تانية. نخلي بالنا ان احنا ما حطيناش في تتبيله السمك، احنا دايما نحط في تتبيله السمك اللي هيتقلي نحط فيها ثوم مفروم، احنا ما حطيناش، ادي الثوم بقى هنا اهو، هناخد الطعم من هنا. اخد كده دلوقتي بقى السمك انزله كده، لا لسه عايز كده. احنا هنا بنشوح كده التومه، بس انا بعلي البوتاجاز على الزيت، ايوه هي العين دي كبيره، وعاليه شويه،
وهنا برضو الرز معانا على الهادي خالص. هنا كده ازاي التوم اول ما هيتشوح انا عايزاه ياخد لون خفيف خالص، لون اصفر ذهبي خفيف خالص عشان ريحته كمان تطلع. وبرضو تخزين التوم يا جماعه الايام دي، اللي عايز يجيب توم يبدا عشان يفرمه الايام دي تخزين التوم. طبعا احنا سمعنا في الايام السنين اللي فاتت كل بعد موسم التوم ما يطلع عشان التخزين ناس تقول ايه ده التوم الصحي، التوم بيجيب امراض، التوم اللي في الفريزر معرفش ايه. كل الكلام ده ملوش اي اساس من الصحة. التوم اللي بيتخزن في الفريزر بنجيبه اخضر ونقطعه ونفرمه، سواء احنا في البيت فرمناه او فرمناه عند الراجل وخدناه وحطيناه في الفريزر، صحي 100%. والكلام ده مش انا اللي قلته، الكلام ده على مسؤولية الدكتور هاني الناظر، اللي كان دكتور هاني الناظر ليه صفحة كبيرة جدا على الفيسبوك ودايما ينزل المفاهيم اللي هي المغلوطة دي، دايما هو ينزل لها تصحيحات ويقولها انها الكلام ده اللي احنا نعرفه او اللي احنا بنسمع عليه فلانة قالت فلان عاد، الكلام ده ملوش اي اساس من الصحة. جيبوا التوم وخزنوه، حاجة موفرة جدا وحاجة بتعيش من السنة للسنة كده. عايزه برضو اشوف الرز معانا، شايف كده حضرتك الصينيه هنشوفها هنا كده. كده التومه خدت لون ذهبي كده، هبدا اعمل ايه؟ هنزل عليها بمعلقه الكزبره الناشفه، ومعايا هنا معلقه كبيره مليانه زعتر. الزعتر كمان ريحته جميله جدا 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 مع الاسماك. اخد بقى بقيه السمك، الزيت هنا كده اشتغل كويس جدا كده. طبعا الخلطه دي تتعمل يعني احنا نكون نحمر السمك على طول وهو سخن، والتتبيله بنعملها بيتحطوا على بعض لان احنا مش هنرجع السمك تاني على النار كده. هنا كده شوحنا الزعتر مع الكزبره الناشفه مع التومه، طلعت ريحتهم الحلوه. على طول هنزل عليهم ده فلفل اخضر مفروم ناعم اهو، فلفل انا فرماه بالكبه يتكرم كده، زي اللي احنا بنحشي بيه البتنجان، الخلطه اللي احنا بنعملها نحشي بيها البتنجان المخلل، فلفل مفروم ما فيهوش اي حاجه خالص كده. حط عليه فلفل اخضر مفروم، بس بقى ده متقطع كده مكعبات بالسكينه كده. هطفيه بالخل كده، معلقتين كبار خل، ونقلب كده اهو. طبعا هنحط له ملح، ان احنا ما حطيناش عليه ملح. هنملح بقى التمليحه اللي هي بتاعه السمك، لان السمك واخد رشه خفيفه ملح. شايفين السمك كده على ايه؟ على النار العاليه على طول يشتغل كده. هنا كده اهو يا دوبك كده خد تنميله او غلوه كده بسيطه كله مع بعضه، الخل والثوم والفلفل المطحون مع الفلفل المفروم خشن بس كده. انا هرفعه بقى من على النار، بس اشيل ده كده، هرفعه من على النار اهو حضرتك كده معايا. هنزل عليه بعصير الليمون وكمان الكزبرة. انا مش عايزة الكزبرة اسيبها على النار فيه، يعني مش عايزة احط الكزبرة وهو على النار. ليه؟ علشان انا مش عايزة الكزبرة تفقد الريحة بتاعتها، بالذات الكزبرة الخضراء بتطلع الريحة بتاعتها على درجة الحرارة مش على التسخين اللي هو الغليان على النار، ده بيفقدها ريحتها كده اهو. شوف اللي على النار معانا هنا كده، شايفين بقى ناشف ومقرمش وفي منتهى الجمال. انا ممكن يا استاذي ابص على اللي في الفرن وممكن اطلعه كمان.
طيب تمام، ناخد بس الزيت ونخلي كده مكانهم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام جدا. اطلعها بقى. اتمنى ان شاء الله تجربوها تعجبكم جدا جدا. هنا كده ننقل بقى السمك في الايه، قارب التقديم. هنا كده طبعا احنا بنرص السمك، مفروض طبعا ان هو بيكون طالع من القلية على طول، واحنا منشفينه على منازل المطبخ علشان لو في اي زيت زياده على طول كده بالشكل ده. شايف حضرتك هنا كده السمك عامل ازاي؟ ايوه. ياخد وش، لا ومقرمش كمان، لو اتعمل في السندوتشات بيبقى حلو جدا. هنا كده نحط له كده شويه ايه تتبيل عليه، بيبقى طعمه في منتهى الجمال كده. التتبيله دي بقى اللي بيبقى فيها الطعم، عشان احنا ما حطينالوش وهو قبل ما يتقلي ما حطينالوش اي حاجه فيها طعم، يعني لا حطينا له فلفل مفروم وما حطينالوش عصير ليمون، ما حطينالوش حاجه. احنا كده هناكل واحنا بناكل في بقنا هنحس بطعم السمك وهنحس بطعم التتبيله، هيتدخل معانا الطعمين، الطعم ده والطعم ده. اما بيكون بقى لسه طالع كده من الزيت بيشرب كمان اكتر طعم التتبيله كده اهو. كده اهو عايزه اقول لكم على طريقه تخليل الفسيخ. اللي عايز يعمل فسيخ الايام دي، الفسيخ زي ما قلت لكم في منتهى الجمال. دلوقتي الفسيخ هنعمل فيه ايه؟ الفسيخ هنجيب السمك البوري، احلى احلى حاجه لحجم الفسيخ او السمك اللي احنا هنخلله للفسيخ اللي هو الثلاث سمكات كيلو او السمكتين كيلو، يا كده يا كده بالظبط، يعني ما نكترش عن الثلاث سمكات كيلو خالص. هنا كده حاضر كده، ده طبق كده، حط هنا في طبق تاني برضو هنا بقى. انا هغرف دول،
هنجيب السمك البوري نغسله كويس جدا، اهم حاجه يكون السمك ده يكون طازه ما يكونش دخل التلج. نوصي عليه السماك ان انت لما هتجيبه، طبعا هما بيجيبوه يحفظوه في تلج عبال لما يتنقل من المكان بتاعه لغايه المحلات بتاعتهم او المكان بتاعهم، احنا نوصيه ما يكونش اتحط على تلج، ما يكونش فيه تلج خالص. نجيبه نغسله ونشطفه تحت الحنفيه ونغسل الخياشيم بتاعته كويس جدا، لو فيها اي رمل او اي شوائب او حاجه نغسلها تحت الميه الجاريه. ونجيب هنا كده هنرص، انا حطيت هنا كده ده مختلف، ده عليه التتبيله من فوق، ده هنا كده كده على فكره. ولو اتاكل كمان السمك ده سندوتشات وهو مقلي كده محمر بيبقى كمان طعمه في منتهى الجمال. ممكن نحط له كده شويه طماطم مفرومه في الوسط، ادينا طعم جميل جدا. ربنا يخليك يا استاذي كده. حاضر ثواني. الرز شيل دي. هنا كده الرز معانا كمان استوى، شايفين عامل ازاي في منتهى الجمال. واحنا بنغرف كده هكمل لكم الفسيخ نعمله ازاي. هنجيب السمك بعد ما غسلناه كويس جدا جدا، نعمل له تدليك على ظهر السمكه كده من عند السلسله اللي ورا، الشوكه اللي ورا دي، نعمل له تدليك كده علشان السمك ده لما يستوي يجي معانا يبقى مزبط كده ويبقى طري ما يبقاش ناشف. وبعد كده بعد لما نعمل له التدليك ده ونحس ان السمك طري جدا جدا، نروح عاملين ايه؟ نجيب، عارفين ازايز اللي هي الحاجه الساقعه الكبيره، نقطعها من فوق، نقصها كده من فوق بالمقص او بسكينه حاميه، ونروح موقفين السمك فيه، نخلي الراس بتاعته لتحت والدل فوق، ونحطه في مكان، يعني انا في بيتي بحطه جنب شباك كده طبعا عليه سلك، بروح حطاه في الازايز دي واسيبه يتهوى، اسيبه مثلا من الصبح من الساعه 12 الظهر مثلا لغايه الساعه 7 8 بالليل، 7 8 ساعات كويس جدا جنب الهوا ده، احس ان هو نشف خالص. كل ساعتين ثلاثه كده اجيب السمك من الازازه بلاقي نزل ميه بدم، اروح شايلاه من الازازه وافضي وانشفه كويس جدا بمناديل المطبخ كده في الراس تاني عشان اسحب اي ميه بدم تاني منه. وبعد كده اروح مصفياه بعد 8 ساعات بلاقيه بقى نشف واتنفخ كده مني خالص، اروح جايبه لكل سمكايه 3 معالق او لاربع معالق ملح كبار، واحط عليهم لكل سمكايه، يعني مثلا كيلو السمك هياخد مننا مثلا كوبايه ملح او كوبايه الا ملح، هناخد عليه نص معلقه صغيره كركم ومعلقه كبيره شطه، ونجيب نص معلقه شاي دنكار. الدنكار ده بيتباع عند العطار، الدنكار علشان الحفظ بتاع السمكه يحفظوني ما يخليهوش يحصل فيه اي حاجه وحشه لا قدر الله، ما تجيلوش لدوده ولا تجيله اي حاجه. وكمان فلفل اسود مجروش، الفلفل الاسود، حبوب الفلفل الاسود نجرشها كده جرش خشن ونحشيها مع الملح. هنجيب الملح نقلبه في الحاجات دي، في الكركم والشطه والدنكار، ونحشي الخياشيم بتاعته بس نكون طبعا ساحبين منها كل ميه منشفينها كويس جدا، نحشي فيها، نفتح الخياشيم بينها، نحشي كويس جدا بالملح، نكبسها جامد ملح. البق بتاع السمكه نفتحه برده ونحشي فيه، ونحط الفلفل الاسود المجروش فيه ده للحفظ. نجيب اكياس كتير في قلب بعضها، نفرش رشه ملح بشطه بالحاجات اللي احنا عاملينها، نحط سمك كل سمكتين مع بعض خلف خلاف، ونرش عليهم من على الوش. التكه المهمه ان احنا لازم نبرمه كويس جدا، نخرج منه اي هواء، لان الفسيخ بيستوي على البكتيريا اللاهوائيه، اللاهوائيه بتجيله من الكتمه بدون اي هواء، لو دخل له هواء يتفاعل مع البكتيريا هو ده اللي بيعمل لنا الفسيخ اللي بيبقى والعياذ بالله يعني الله اكبر بيبقى المسمم. ان شاء الله احنا مش عايزين حاجه وحشه تحصل باذن الله. هنا كده
ادي الرز بتاعنا اللي بالشبت، طعمه في منتهى الجمال. اتمنى برضو ان انتوا تجربوه، باذن الله يعجبكم جدا. حاضر، انا هحطه لك دلوقتي، هزينه لك واحطه لك، تبقى زي الفل ان شاء الله. حاضر كده، نفتح عليه بقى، نقفله كويس جدا جدا. ويا ريت لو عندنا استريتش اللي هو البلاستيك الاستريتش، بعد ما نقفل السمكتين كويس، في كل سمكتين في كيس نقفلهم كويس جدا، ونتاكد ان احنا ضاغطين منهم الهواء، نقفل بالاستريتش عليه ونقفله في برضه في اكياس تانية جديده تانية. عايزين نربط بدبارة او بحاجه عشان نتاكد ان ما فيهوش اي هواء، تمام، برضه ما فيش اي مشكله فيه. وبعد كده بنحطه في علبة أو في صينية في مكان يكون مظلم، بعيد عن يعني بعيد عن المطبخ كده، بعيد عن الراحة والجاية في المطبخ كده. نشيله في ظرف او حاجه كده ما يكونش ادنى عليها. بعد 3 ايام من التخليل نبدا نقلبه، لان هو هيكون نزل الميه بتاعته او الشرش بتاعه، ده اللي بيسويه. نبدا نقلبه الناحيه الثانيه، الجنب الثاني، يعني هو كان محطوط كده، نبدا احنا نقلبه على الوش الثاني لمده يوم او يومين، وبعد اليوم او اليومين نبدا نقلبه ثاني. كل جنب هنقلب فيه لازم نفس المده اللي كان عليها في الجنب الاولاني، يعني يومين اتساب كده، يبقى ارجع اقلبه على الجنب اللي بعديه يومين، واليومين التانيين اقلب، وهكذا وهكذا لحد 15 يوم. في الجو اللي احنا فيه دلوقتي ده، بعد 15 يوم بالكتير تفتحي عليه، يكون حجم السمك متوسط، السمكتين كيلو او الثلاث سمكات كيلو كيلو وربع بالكتير، حجم يبقى حلو جدا جدا، وقت مناسب للتخليل. كل ما السمكه زادت في الحجم كل ما طولت المده بتاعه التخليل، توصل ل 20 و25. الحجم الصغير اللي انا بقول لكم عليه ده ان شاء الله لو عملتوه النهارده او بكره تاكلوا منه على شم النسيم باذن الله. وكل سنه وانتم طيبين. كنت سعيده جدا جدا ان انا معاكم النهارده، انا غاده مصطفى، وبقول تاني لكل ام مصريه وعربيه وفي العالم كله، كل سنه وانت طيبه، ويا رب يدوم عليك السعاده والهنا يا رب ان شاء الله. واشوفكم الاسبوع الجاي وانتم بالف خير وسعادة، وسلام عليكم.